قد تكون مهمة صعبة لا بل مستحيلة بالنسبة للغالبية الساحقة من الناس أن نحافظ على وزننا خلال فترة الأعياد. كيف ذلك؟ سؤال ستجيبنا عليه اختصاصية التغذية رولا غدار في رشد صحة. صباح النور شيف. صباح النور. كيفك؟ تمام، كيفكم؟ نحن اليوم جايين لعندك تشوف. يا ميت اهلا وسهلا. اكيد. كيفك رولا؟ الحمد لله ماشي الحال. يعني مثل ما ذكرنا التحدي الابرز بفتره الاعياد هو كيف بنخسر الوزن اللي بناخده من خلال المأكولات اللي هي بتكون دسمه او من خلال الحلويات. طبعا. كيف؟ هلا مثل ما قلتي في كثير من العالم تعتى الهم هذه الفتره، فتره عيد الميلاد وراس السنه، وبيعتلوا هم انه نحن رح يزيد وزننا كثير بهذه الفتره، فعالم بتفكر رح يزيد 5 كيلو 2 كيلو، بس حسب الدراسات بين انه بهالفتره معدل العالم بتزيد بمعدل نص كيلو لكيلو بس. حلو. بهالفتره فاول شيء نحن نعمله انه نضيق حالنا شوي ومنضخم الامور. ممكن بخطوات بسيطه كثير نحن نكون عم نحاول نحافظ على وزننا. يعني بنقول للعالم خلينا نكون واقعيين، ما بدنا انه شخص يكون صحي 100% بهذه الفتره، لانه في كثير مغريات وفي كثير عزايم وفي كثير ظهرات، ف الا ما الواحد يكون عم يستحمل. طيب السفره اللي بتكون فيها كثير من المأكولات الدسمه وانواع كثيره، شو هي النصائح اللي بتعطيها لكل المشاهدين لحتى ياكلوا ويستمتعوا بالعيد وبنفس الوقت ما ينصحوا؟ هلا اهم نصيحه انا بقولها بهيدي الفتره انه نحن ما نكون عم نحرم حالنا، بس نكون عم ناكل بوعي. باعتدال. يعني عم ناكل بوعي، في شيء اسمه مايندفول ايتينج اللي هو نحن نكون عم نركز على كل لقمه نحن عم ناخذها ونكون عم ناكل على مهل، لانه كثير اوقات بس يكون في عنا سفره كثير كبيره بوجنا نحن بنصير بناكل كثير بسرعه وبناخذ من هيدي الخيار ومن هذاك الخيار وبنوصل بالاخر يعني حاسين بتخمه، يعني بنكون اكلنا كميه كثير كبيره اكثر من ما نحن بحاجه. نعم. فأول نصيحة هي أنه نحن نكون عم ناكل عمهل، نكون عم نتلذذ بحيالة الشيء نحن عم ناخده، عن جد عم نحس بطعمتها، مش عم ناكلها كتير بسرعة وما عم ننتبه عليها، وبس تنشبع نوقف. لانه نحن يعني بالعزايم الكبيره اوقات بنكون شبعانين وحاسين انه خلص اخذنا شيء اكتفينا من الاكل وبنضل عم نكمل وبنضل عم لانه بيكون في ماكولات لذيذه. هلا اليوم أيوة. راح نعلم المشاهدين كيف فينا نحضر طبق حلوى ولكن بطريقه جدا سلسه و ما فيها كثير من الوحدات الحراريه. شو حنحضر اليوم؟ رح نحضر اليوم مثل شوكليت فادج بس بمكونات كلها صحيه، لانه نعم. بفتره الاعياد كمان التحدي الثاني هو الحلو، كثير بيكون فيه من الحلويات اللي هي عاليه بالسكر والدهون واوقات بناخذ كميه اكثر من ما لازم. حتى هذه النصائح بتنطبق على الاعياد خلال عيد الاضحى وعيد الفطر لانه نفس المغريات موجوده دائما. 100%. فاللي عملناه اليوم انه قلنا اذا نحن عاملين عزيمه عنا بالبيت فينا نكون عم نحضر هيدا الشوكليت فاج للعالم اللي جايين لعنا. هو يحضر على البارد. يحضر على البارد ما بحاجه لفرن وبياخذ بس 7 دقائق نحن نحضره. يعني كثير سهل طريقه التحضير. واذا نحن معزومين فينا كمان نكون عم نحضره بالبيت وعم ناخذه معنا. حلو. هيك اذا نحن بدنا ناكل حلو نكون عم ناكله بلا ما نحس انه تقلنا او اخذنا مكونات مش صحيه. مش صحيه. فرح أخبر شوي المشاهدين أكثر على المكونات وكل واحد شو كل واحدة شو الفوائد لها. نعم. أول شيء في عنا بدل ما نستعمل الزبدة أو نستعمل الزيت النباتي فينا نكون عم نستعمل زيت جوز الهند. زيت جوز الهند بين إنه هو من خفيف جدا. أهم من أصح الدهون. الزيوت اللي فينا نكون عم نستعملها. نعم. وهو يعني بيجمد بس نحطه بالبراد بيجمد فبيعطينا هيدي الكونسستنسي أو التكستشر اللي نحن بدنا إياها بالحلو. الطعم. هيدا بالنسبة لأول إذن مكون. إذا زيت جوز الهند هو المكون الأول. 100%. تاني مكون هو العسل واللي هو طبعاً كتير صحي. مستعد عن السكر. اللي هو سكر طبيعي ومفيد.
طبعا هو سكر مفيد، بقلبه مضادات اكسده، بقلبه فيتامينات، بقلبه معادن، بقلبه شيء نحن جسمنا بيستفيد منه، غير السكر الابيض اللي هو نعتبره وحدات حراريه فارغه، يعني ما بيعطينا اصلا. حتى نحن المكونات عم تمرق على الشاشه، والعسل ما بيعلي لنا السكر بالدم مثل السكر الابيض. فنحن هذا الشيء بخلينا ما نكون عم نخزن الاشياء اللي عم ناكلها كدهون، وهذا الشيء كتير صحي أكتر لنا. ثالث مكون هو بودرة الكاكاو، ولكن بودرة الكاكاو اللي هي غير محلية، يعني ننتبه بس نكون عم نشتريها إنه ما يكون عليها ما يكون بالمكونات سكر. نعم. رابع مكون هو الجوز، اللي هو جدا مهم، كتير كتير صحي، وبقلبه أوميجا 3 اللي هو مضاد للأكسدة، مضاد للأكسدة كمان، واللي هو كمان منيح للدماغ ومنيح لقلبه ألياف، بخلينا نكون عم نشبع أكتر بسرعة. كمان خامس مكون هو زبدة الفستق. زبدة الفستق في كتير عالم بتقلنا ايه بس هي عالية بالوحدات الحرارية، او هل هي عن جد صحية؟ زبدة الفستق اذا عم نشتريها كمان من مصدر طبيعي، يعني ما نكون عم نشتري زبدة الفستق اللي هي موجودة بالسوق، نشتريها زبدة الفستق الطبيعية اللي هي مش المصنعة، ليست المصنعة 100%، ما يكون بقلبها سكر، وما يكون بقلبها كمان زيت النخيل، لانه في كتير انواع زبدة الفستق بالسوق بيكون بقلبها زيت النخيل او زيوت مهدرجه، هن هول غير صحيه. نعم. اذا بنشتريها اللي بتكون بقلبها بس المكونات زبده الفستق مع زيت معين مع عسل او مع ملح بتكون صحيه مفيده. واخر مكون هو الملح تيعطينا شوي طعمه طيبه بالديزرت. رح نبلش اول شيء بالتحضير. اول شيء بنخلط زيت جوز الهند. المقدار قد ايه بيكون زيت؟ نص كوب. نعم. وهون بنصح كثير العالم بس تكون عم تعمل حلو تكون عم تستعمل هيدي الاكواب، تكون عن جد عم تاخذ على المقادير دقيقه، المقادير تكون دقيقه لانه بتفرق كثير الطعمه اذا كانت المقادير دقيقه او لا. فبنحط اول شيء نص كوب من زيت جوز الهند. نعم. وبنخلط معه بالاول زبدة الفستق. دائما ينصح بانه المواد اللزجة او السائلة تنخلط مع بعض. مية ما هيك شاف؟ هلا مسأل الشاف نرجع. اوكي. وهون اذا في اشخاص مثلا بتستعمل زبدة اي نوع مثلا دول. زبدة اللوز كمان فيها، مش ضروري بس زبدة الفستق. فاول شيء بدنا نخلط هولي يكونوا عم بيصيروا متماسكين مع بعض. متماسكين مع بعض. نعم. بهذا الوقت هل ممكن انه بفتره الاعياد نعطي نصائح للمشاهدين انه يخسر وزن، مش بس كيف بيحافظوا على وزنهم او ما بيكتسبوا سعرات حراريه زياده، هل ممكن ينقص وزنهم بفتره الاعياد؟ هلا حسب كل شخص، يعني نحن بدنا نكون شوي واقعيين كمان بهيدي الفتره. اذا شخص عنده اراده كثير وهو عن جد على باله انه يكون عم يخسر وزن وما فارقه معه كثير المغريات اللي هي عم بتكون متوفره بهذه الفترة، بيقدر يكون عم بيمشي على نظام غذائي صحي. بس يعني إذا شخص يعني حيكون هيدا الشيء مثل عم بحط ضغط عليه كتير وسترس أكتر، بالعكس حيكون عم يأذيه كتير. أنت مهضومة رولا، أنا ما بحط ضغط على حد. لا انه من بعد فتره الاعياد نخسر وزن، خلينا بهالفتره نحاول نحافظ على وزننا ونحاول نكون قد ما فينا صحيين. صحيح. لانه في شغله كمان، الاشخاص اللي بحسوا بالذنب من بعد طبعا الاشخاص هيدي كمان نص كوب من بودره الكاكاو. هون بننصح كمان انه نزيد كل مكون لحال كرمال يكون عم ينخلط بشكل افضل. يمكن اذا استعملنا هاي اكيد افضل. هلا بعد نحن عنا تقريبا دقيقتين، فاذا بدك بنزيد باقي المكونات. اوكي خليني بس اخلطها بسرعه. كنت عم بحكي على موضوع الاحساس بالذنب، انه تبين انه الاشخاص اللي حست بالذنب من بعد ما اكلت
كانت عم بزيد وزنها كتير أكتر من الأشخاص اللي ما حست بالذنب وقالت إيه عادي ماشي الحال. أنا أكلت كمية يمكن شوي أكتر بس رجعت من بعدها كملت بالأكل الصحي. يعني بتنصحي أنت الإنسان ياخد راحته وما يضغط نفسه وبعد ولكن يأكل بوعي دايما نكون قد ما فينا عم نأكل بوعي. هلأ عم نزيد العسل. نعم. أوكي. يعني نتمنى المشاهدين أن يكونوا عم بيطبقوا هذه الوصفة حتى أنه تحضر والجوز. معقول الأطفال بحبوها هذه الوصفة؟ امبارح عملتها لأولاد أختي وكتير حبوها. وهيدي للأطفال نحن ما بنكون لا عم نعطيهم سكر ولا شيء مكونات غير صحية، كل المكونات اللي بقلبها مكونات صحية. نعم. فهيها بأقل من 5 دقائق نحن حضرنا هذا الكيك. نعم. يعني يا رولا ممكن نسميك خرابة العيد؟ خرابة العيد؟ لا بالعكس عادي ممكن عم تقولي كلي بس كلي بوعي وركزي على كل لقمة انت عم تاكليها وبس تشبعي وقفة، يعني ما تاكلي أكتر من شبعتك. هيدا يعني هيدا النصيحة اللي أكتر شي بكون بحب أعطيها بهيدا الفترة. تعرف ان الشبع 7 مراحل؟ 7 مراحل بالضبط. يعني في شبعة وشبعة 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 فالعيد أول لازم الشبع 7. لا لا خليك على أول مرحلة. وكل ما كنت عم تاكلي على مهل أكتر كل ما حسيت بالشبع اللي إلك قبل. لأنه بس نكون عم ناكل بسرعة أوقات ما منلاحظ حالنا منوصل على الشبع على المرحلة 7 اللي حكيت عنها ونحن مش حسين. أنا جوست إذا طعمها بنين كيما الشوكولا ما عنديش مشكلة. طيب بدي إياك تجي تدوقها، أنا محضر لكم واحدة من أكيد على الفاصل من على الفاصل بندوقها كلنا. هلا بتحط بتنسكب بقالب وبتوضع بتنوضع بالبراد بتنوضع بالفريزر تقريبا 40 دقيقة وبعدين فينا نرجع نحطها بالبراد. والقطعة إذا قطعناها على 18-16 قطعة، قطعة بقلبها 100 وحدة حرارية وبقلبها كتير مكونات مفيدة لقلنا يعني من العسل واللوز وكل المكونات اللي حكينا فيها. إذن وصفة سهلة سريعة صحية وأيضا لذيذة. مشاهدينا يعني بدنا تجربوا هذه الوصفة وتعطونا أراءكم على موقعنا على 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 حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. رولا غدار شكرا جزيلا لك على هذه الوصفة اللذيذة والنصائح.